معي الأستاذ أحمد إناوي المحامي المنتدب للدفاع عن مرسي غدا. أستاذ إناوي مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. لو تشرح لي بس تشرح للناس أولا من أي يعني من الجهة التي تنتدب حضرتك؟ يعني القاضي بيقول إنه والله الدفاع انسحب، فمن الذي ينتدب بيتجه بقى لنقابة المحامين؟ القاضي أرسله محكمة استئناف أرسلت رسالة إلى نقابة المحامين، طلب إلى نقابة المحامين لترشح عددا من الزملاء للدفاع عن المتهمين. سيادة النقيب سامع عاشور رشح هذه الأسماء وكنت ضمن هذه الأسماء المرشحة للدفاع عن المتهمين. طيب إيه الإجراءات بقى؟ يعني أنتوا هتذهبوا للمحكمة غدا تثبتوا الحضور، هل هتقابلوا المتهمين قبل الجلسة ولا إيه بالضبط الإجراءات يا فندم؟ هو طبعا احنا اول جلسه بكره، القضيه كبيره حتى لم نتسلم الاوراق كامله اليوم المحكمه نظرا لاجراءات بيروقراطيه حاله دون ان احنا نستلم كامل الاوراق، وبالتالي احنا هنطلب بكره اجل الاطلاع ومجموعه طلبات اخرى انا شخصيا سأفديها يعني. طيب اذا رفض المتهم، اولا حضرتك هتكون محامي عن مرسي ولا عن كل المتهمين ولا ايه؟ عن مرسي وعم ولو المحكمه طلبت ان انا ادافع عن المتهمين الاخرين ليس لدي مانع. طيب ايه يعني اذا ما رفض المتهم مرسي او غيره ان حضرتك تدافع عنه، هل ده من حقه؟ لو حضر المحامين هيئه الدفاع الرئيسيه عنه التي انسحبت انا شخصيا سانسحب. وده ممكن يا استاذ إناوي يعني ممكن يغيروا رايهم ولا ايه؟ أنا معلوماتي حتى الآن أنهم لم يحضروا على الأقل، هم أصدروا بيان اليوم قالوا نحن لن نحضر جلسة غد، لكن تطورت فيما بعد لو طلبوا ورئيس المحكمة استجاب لهم وحضروا أنا شخصيا سأنسحب لأنه طالما في هيئة دفاع موجودة انتهى الأمر. لكن لو ما حضروش وجاء المتهم قال لك لا أنا آسف أنا مش عايز حضرتك. لا في الحالة دي أنا منتدب انتداب قانوني للدفاع عن إقرار ما يتعلق برؤيتي للضمانات المحاكمة العادلة وغيرها يعني. طيب انتوا كفريق دفاع هل هتشتغلوا مع بعض متضامنين؟ اي عندكوا تنسيق ولا لسه ما اتكلمتوش في هذا الموضوع؟ في 10 محامين منتدبين. هو لا انكر انه ما فيش تجانس كامل الى الان، بدا النهارده التجانس، التقينا لقاء واسع في محكمه استئناف واتكلمنا بخطوط عريضه، لكن رؤيتنا لانه غدا جلسه اجرائيه فما تعمقناش وحددنا موعد اللقاء اوسع فيما يتعلق بالتفاصيل الاخرى. طيب اذا بكره اول جلسه اكيد حضرتك هيكون ليك طلبات، ممكن تقول لنا ايه طلباتك اللي هتقدمها للقاضي؟ اول حاجه فيما يتعلق بالاطلاع هنطلب اجل الاطلاع، وعايز اقول لحضرتك انا بنتمي لمدرسه يعني انا شخصيا ضميري القانوني هو المرحوم نبيل الهلالي القديس. تمام. نبيل الهلالي. تمام. هذا الرجل الشيوعي الذي كان يدافع عن المتهمين الجماعات الاسلاميه في القفص اللي كانوا متهمين بالارهاب. ففي تفريقة تماما بين الموقف السياسي وبين الموقف القانوني. مظبوط. لا يعني من حق المتهم، لا بالعكس انا بحترم جدا اللي حضرتك بتقوم بيه، لان من حق اي متهم، ده لو متهم ايه لازم من حقه ان يكون هناك دفاع عنه، حضرتك بتقوم بدورك الـ يعني القانوني ودورك الـ يعني المفروض تقوم بيه بصراحة يعني. ومن حق هذا الوطن العظيم الرائع ان يقدم للعالم نموذجا رائعا في العدالة. ده اكيد. نحن كنا خصوما للرئيس مبارك لكننا كنا ضد ان تنتهك حقوقك كمتهم. طيب هذه مسألة وهذه مسألة. ده بالتأكيد. مرة أخرى حضرتك هتطالب اللي هتطلب بأجل الاطلاع؟ أيوة يا فندم. هل حاجة سأتحفظ على القفص الزجاجي أيضا. أيضا ستتحفظ على القفص الزجاجي. أيضا ليه يا أستاذ إناوي؟ أولا من زاويتين. أولا من زاوية العدالة أن المتهم لابد أن يحضر بلا إغلال أمام القاضي. معروف كده أن لما يبقى متهم في إيده كلبشات القاضي يقول له خلاص فكوا الكلبشات. الكلبش ده مفهوم الكلبش ممكن يتسع ليشمل القفص ايضا. نعم. ليشمل القفص ايضا، هذه واحد. الزاويه الاخرى فيما يتعلق بالمساواه، سبق ان حكم الرئيس المخلوع مبارك في قفص عادي جدا، ونحن كنا سنكون ايضا ضد ان يوضع مبارك في قفص زجاجي بنفس القصه، وكنا دائما نقول اننا نقدم للعالم نموذجا في العداله، والعالم كان يحترمنا في هذا التوقيت ولا زال طبعا بكل تاكيد.
فاحنا حريصين على مظهر القضاء ومظهر العداله ومحاكمه نافذه والقاضي يحكم بما يرى ضميره. طيب سؤالي يا استاذ إناوي، يعني هذا القفص الزجاجي اضطر اليه، يعني احنا شفنا مجريات المحكمه بدات بدون قفص زجاجي، بدات بطريقه عاديه جدا وقفص عادي جدا، فما كان من المتهمين الا ان اثاروا شغبا وجدلا ويعني ازعاجا داخل المحكمه، فجاءت فكره القفص الزجاجي اللي هو القاضي عايز المحكمه تمشي، مجرياتها تمشي، عايز لا يعني عايز يقدر يسمع الدفاع، عايز يقدر يسمع النيابه، لكن الشغب اللي بيثيره المتهمين هذا ما دفع الدوله او ما دفع القاضي او ما دفع يعني القائمين على هذه القضيه ان هم ضعوا هذا القفص الزجاجي. في إجراءات كثيرة تصبح القفص الزجاجي، هذا حدث مع حاكم صلاح أبو إسماعيل وإنه أثار ضوضاء وأثار زوبعة في القفص فأخرجه القاضي لمدة ساعتين أو ثلاثة. هناك إجراءات تسبق هذه العملية، كان ممكن اتخاذ إجراءات زي طردهم من الجلسة مؤقتا مرة أو اثنين أو ثلاثة ثم بعد كده نتكلم في القفص الزجاجي، إنما من أول كلمة نعمل قفص زجاجي وكأننا جايبين قرود بنحاكمهم، هؤلاء أنا مختلف معهم جدا جدا بشكل جذري، لكن احنا مش رايحين ندافع عن قرود في قفص، احنا رايحين ندافع عن مواطنين مصريين لهم كافه الحقوق، القاضي في النهايه يحكم بما يرى ضميره في هذه القضيه. طيب العداله لا تتجزأ، العداله لو التبست بالسياسه ضاعت العداله. يعني الحقيقه انا بحترم راي حضرتك استاذ احمد إناوي المحامي المنتدب للدفاع عن مرسي.